انا ساكن بحي العجمي اللي هو اكثر حي فيه فقر واكثر حي فيه دور مهدد بالاخلاء والوضع شت العالم غاد، يعني الله بيعلم بالقوة عايشين بالحي هذا. عندك قصة السكن اللي هي كمان كتير كتير مهمة اللي بتفرقش عن المينا بالمرة، يعني كيف كانوا بدهم يهجروا الصيادين من المينا، في كمان مخطط يهجروا العرب من يافا كلها. يعني اليوم مين بيقدر يشتري لابنه دار بيافا؟ اليوم هقل دار 3-4 مليون. طب انت احسبيها على الورقة والقلم، لو ابنك اشتغل 40 سنة بيطلعش حق دار، وانت ابوه وامه يساعدوه بيطلعش حق دار. الشباب عندنا صارت تطلع تروح تسكن بالطيبة تتأجر بالتيرة، ليه غاد ارخص؟ هذا تهجير. انا عندك انا واحد من البني ادمين اللي عندهم اخلاء من البيت، المحكمة عملت لي اخلاء الي ولامي ولابوي الله يرحمه، ابوي توفى جديد عملوا كمان له اخلاء. رحنا على العميدار، العميدار بده ينزل الدار على المخراز، يعني بيجوا كم من واحد ويتشارك، واذا واحد حتى كم من شيكل اكثر مني بخذ لي الدار، وهذا حل انا ما قبلتش فيه. هاي الدار يعني بحطوا البيوت على المزاد العلني، على المزاد ايوان. لمين؟ مين اللي بيشتروها؟ تجار يهود؟ بيجي مستثمر بيجي مين بده يجي؟ مستثمرين يهود كلهم معهم مصاري، يعني اذا انا كل حيلتي 100,000 ودينت لي كمان 100,000 200,000 بيجي هو بحط 3 مليون ولا بهمه، كمان بخدها وبضلوا رايح. هذا مش حل تنزل الدار على المزاد، شي داري ولادي تنزل على المزاد، كيف بتصير هاي؟